السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من قناة احباب رسول المسموع نقدم لكم 10 نساء مطرودات من رحمة الله، فمن هن؟ ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هناك 10 أنواع من النساء ملعونات ومطرودات من رحمة الله سبحانه وتعالى، فمن هن هؤلاء النساء؟ أولا الوشم، قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمات والمستوشمات المغيرات خلق الله، رواه البخاري. والواشمة هي التي تغرز الإبرة بالبدن ثم تحشوه بكحل أو نحوه. ثانيا النمص، قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتنمصة. والنمصة هي التي تقوم بنتف الحاجبين أو ترقيقهما، والمنمصة هي المفعول بها، ذلك بناء على طلبها. ثالثا التفلج، لعن الله والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. والتفلج هو برد ما بين الأسنان الثنايا والرباعيات. رابعا الواصلة، لعن الله الواصلة والمستوصلة. والواصلة هي التي تقوم بوصل شعر بشعر آخر، ومنه الباروق. والمستوصلة وهي المفعول به، ذلك بناء على طلبها. خامسا المرأة الساخط زوجها عليها، إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت، فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح. سادسا المتشبهات بالرجال، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال. سابعا زائرات القبور، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، أي كثيرات الزيارة للقبور. ثمانية النائحة، وهي المرأة التي تقوم بالندب في المياتم المآتم والصريخ على الميت، فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران وذرع من حرب. تاسعة المحللة، الزوجة التي تلقى زوجها 3 مرات فحرمت عليه فلا ترجع حتى تنكح رجلا آخر فتحل له. ورد عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. عاشرة المتبرجة، نساء كاسيات عاريات ملعونات، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. ولو اجتمعت البشر لن يجيرك من عذاب الله شيئا. وجمال الدنيا زائل، ولن يبقى لنا إلا العمل الصالح.